ترى يا مولاتي، هل جيتي لتعزيني في موت زوجي صالح بيك، أم لتهنئيني على زواجي بإبراهيم بيك؟ أعترف بتقصيري في الحالتين، لذلك جئت إليك معتذرة عن ذلك، وآمل أن نكون أصدقاء. إنه شرف عظيم لي يا مولاتي، ولو أنه من الصعب علي أن أكون كذلك، وزوجك هو قاتل زوجي. كلا يا أميرة، زوجي لم يقتله. من هو إذن؟ أتريدين معرفته؟ أتمنى ذلك. أعدك أن أخبرك به، ولكن هل يمكنني أن أطلب منك طلبا مقابل ذلك؟ أنا رهن إشارتك يا مولاتي. أن تدبري معي طريقة للتخلص من تلك الجارية الملعونة. إنني أكثر حماسا منك. إذن اتفقنا. لماذا تريدين معرفة قاتل صالح بيك؟ يهمني أن أعرفه. أتدبرين شيئا يا أمي؟ ليس هذا من شأنك يا أمينة. هل ذهبت إلى زوجة صالح بيك؟ قلت لك ليس هذا من شأنك. أرجوك يا أمي لا تذهبي إليها، إنها امرأة موطورة لن تهدأ حتى تشتعل. كفي عن هذه الأوهام التي تدور في رأسك. ليست أوهاما يا أمي، وأنت تعرفين ذلك تماما. إن لم تخبريني يا أمينة فسوف أعرفه من زوجك. لن أدعه يخبرك. أتعصينني؟ بل أجنبك المتاعب يا أمي. حسنا يا أمينة. أرجوك انتظري يا أمي. شفت الحسنة اللي أنا فيها يا حجاج؟ حسنة إيه؟ كفالة الشهر الطماطم. حس الفلوس اللي حصلة في البلد. مالها الفلوس؟ بيقولوا قال ايه لاخو الفلوس وما عادش ليها قيمه. لاخو الفلوس؟ ازاي الكلام ده؟ سلامتك يا اخويا، الف سلام عليك. لسه جنبك بيوجعك برضو؟ شويه. المهم قولي لي ايه اللي حصل. رحت يا اخويا سوق العطارين وطلعت للعطار بار عشان اشتري شويه عطار. قال لي روحي يا شاطره البار اتلغي. قمت مطلعه له 20ية و5 قال لي كله اتلغى بامر من علي بيه سلطان مصر. وهيلغيها ليه؟ بيقولوا بقى ان علي بيه عايز يقلد السلطان، قام عامل عمله جديده كتب عليها اسمه بدل اسم السلطان عثمان. هي بس ده ما يلغيش العمله القديمه. انا بقى اشتريت بره جديده ب10 قديمه. انت مجنونه يا طماطم؟ تشتري بره ب10 بارات؟ دول ضحكوا عليكي. ضحكوا عليا ايه بس يا اخويا؟ كل الناس بتعمل كده. انت يا اخويك منك رايق بالك كام يوم مش دارب اللي بيحصل في البلد. لما اشوف مين. ازاي اخوك حجاج النهارده يا طماطم؟ الحمد لله. تعال يا ابن شمع تعال. ايه حكايه الفلوس اللي بيقولوا عليها دي؟ انت علمت يا حجاج؟ عمال اقول له مش مصدقني. مالك كمان ما كنتش مصدق؟ بس اهو ده اللي حصل. بس ده غش وخداع واستغلال. بهرب 10 مرات يا بلد. وطي صوتك ما توديناش في داهيه. ده انا اللي هوديهم في 60 داهيه. هما مين دول؟ اللي بيتاجروا في العمله، اللي بياكلوا عرق الناس. معقول ان يحدث هذا يا حجاج؟ فعلا يا ابتي، هذه نقود جديده مرسوم عليها علي بيك والسنه الحاليه 1185 هجريه. وما ذنب الناس ان تخسر النقود القديمه؟ عشان كده جيت لك يا مولانا، لازم تشوف لك حل في الحكايه دي، والا الناس مش هتسكت على كده ابدا. سوف اذهب لعلي بيك لا تبين الأمر. أتحاسبني على إبطال العملة القديمة يا شيخ جبرتي؟ عفوا يا علي بيك، أنا لم أقصد هذا. إذن فما وجه اعتراضك على إلغائها؟ كنت أود أن يتم هذا بطريقة منظمة وعادلة، كأن يجمع رجالك العملة القديمة من الناس ويعطوهم بدلا منها عملة جديدة. وهذا ما أفعله. ولكن بعض التجار استغلوا جهل الناس بالأمر وأخذوا يروجون أن العملة القديمة ليس لها قيمة واشتروها منهم بأثمان تافهة. كيف يحدث هذا؟ فالأدهى من ذلك أن بعض التجار الأجانب يجمعون العملة القديمة ويرسلونها إلى بلادهم ليحولوها إلى سبائك يجنون من ورائها أموالا طائلة. أين المعلم رزق مسؤول فك العملة؟
رهن إشارة سيدي سلطان مصر. هل علمت بما يحدث في الأسواق يا رجل؟ أظنك تقصد التجارة في العملة القديمة يا سيدي. وتعلم ولا تخبرني بالأمر؟ لقد أوكلت إلي مهمة ضرب النقود وشؤون المال، وأنا لا أريد أن أحملك أعباءها. تكفيك أعباء الإدارة والحكم يا سيدي. وماذا فعلت لمواجهة ما يحدث في الأسواق؟ لقد أغلقت كل منافذ التجارة إلى الخارج يا سيدي، وسوف نسترد كل العملات القديمة من التجار الأجانب. وكيف يسترد الناس أموالهم التي خسروها في هذه المقايضة الظالمة يا معلم رزق؟ وما ذنبنا في ذلك يا شيخ جبرتي؟ كان يجب أن تعمل حسابا لهذا، خاصة وأنك رجل خبير بشؤون المال وبصق النقود. اسمع يا معلم رزق، دبر كيف تعيد للناس حقوقهم. أمرك يا سيدي. شكرا يا علي بيك. سيدي علي بيك الكبير سلطان مصر، قد أعلن السلطان العثماني الحرب على حليفنا ظاهر العمر، وهذه رسالته إليك. لقد انتصر عليهم بالقرب من طبرية، وأن والي دمشق يستعد لجولة جديدة. إذن يجب أن نستعد يا أبا الدهب، سوف نخرج إليهم قبل أن يفيقوا من حربهم مع الروس. لا أراك سعيدا يا صاحبي، اعتقدت أن نهاية أحلامك أن تحصل على محبوبتك الأميرة. ولنا حصلت عليها. ألم تتزوجها وتحتل مكانة زوجها صالح بك؟ تلك هي المعضلة، كل شيء يذكرني بزوجها صالح بك. أتغار منه؟ أود لو أنه بعث ثانية فأقتله مرات ومرات. وهل هي تعلم ذلك؟ لو علمت سوف تكرهني. لماذا؟ إنها تريد أن تظهر من قاتل صالح بك. لا أعتقد ذلك، إنما يهمها وأن تنتقم من علي بك، لأنها كانت تطمع أن يصبح زوجها في مكانه. هذا جنون، جنون! يجب أن تعذرها، فهي تشعر بالإحباط. إذن فقد تقتلني إن علمت أنني سبب إحباطها. إلا في حالة واحدة. ما هي يا مراد؟ أن تحقق طموحها. كيف؟ أنت أدرى يا صديقي. هل تشجعني على هذا الطموح المجنون؟ بل أحذرك أن تنزلق بك إلى الهاوية. سيدي علي بيك الكبير سلطان مصر، أقدم لك تاجر البندقية الذي حدثتك عنه السنيور كارلو روسيتي. مرحبا بك في مصر يا سنيور روسيتي. أنا سعيد بلقائك يا سيدي سلطان مصر، وأرجو أن يتحقق على يديك المشروع الهام الذي طالما حلمنا به نحن التجار الأوروبيين. لقد حدثني المعلم رزق كثيرا عن مهارتك التجارية، ولذلك فأنا متشوق للحديث معك حول هذا المشروع. تفضل. تعلم يا مولاي أن مصر كانت طريق التجارة الأول بين الشرق والغرب حتى تحول إلى رأس الرجاء الصالح. أعلم ذلك، وأنا آمل في إحياء هذا الطريق. لهذا جئتك وأنا مطمئن يا مولاي، ولكن ثمة عقبة وحيدة ما زالت تحول دون ذلك، وهي سيطرة العثمانيين على البحر الأحمر. هذا يعني أن نعلن الحرب على العثمانيين؟ أعلم يا مولاي أنك تستعد لمحاربتهم، ولكني آمل في أن تبدأها في البحر الأحمر قبل الشام. ما رأيك يا معلم رزق؟ هذا هو الرأي الصواب يا مولاي، ما دمنا نريد إحياء طريق التجارة، وهذا
سوف يشجع الشركات التجارية للتعاقد معنا، خصوصا بعد أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية تحت تصرف حكومة قوية. وأقترح لذلك يا مولاي عقد معاهدة تجارية مع البندقية كبداية لإحياء هذا الطريق. لا تتردد يا سيدي، فهذا هو الحل لإقامة دولتك القوية وعلى أساس اقتصادي متين. لا مانع عندي، موافق. مبروك يا مولاي. هل طلبتني يا مولاتي؟ أريد أن أعرف منك من هو قاتل صالح بيك يا أبا الدهب. صالح بيك؟ ما الأمر يا مولاتي؟ لا تتصنع الدهشة، فلابد أن أمينة قد أخبرتك، أو بمعنى أصح حذرتك. حذرتني؟ مما؟ من أن تخبرني باسم قاتل صالح بيك. ما أهمية ذلك؟ إنه أمر يهمني. مولاتي، إن كان الأمر يتعلق بزوجتي صالح بيك فمن الأجدى لها لا تعرف. لماذا؟ لأن ذلك سوف يقلب كل خططك رأسا على عقب. أتسخر يا أبا الدهب؟ عفوا يا مولاتي، تلك هي الحقيقة. إذن أخبرني بها دون مواربة. لا بأس، فلتعلم يا مولاتي أن قاتل صالح بك هو زوج زليخة الآن. من؟ إبراهيم بيك؟ أجل يا مولاتي. لا أصدق. ألم أقل لك يا مولاتي سوف تقلب كل خططك رأسا على عقب؟ لقد حضرتك أن تخبرها يا محمد بيه. لكن هذا لم يكن ليمنعها أن تعرف الحقيقة يا أميرة. سوف يزيد هذا الأمر سوءا. هل العكس؟ ربما يجعلها تفكر في هدوء. أتظنها تخبر زوجة صالح بيك بالحقيقة؟ لا أعتقد ذلك، فهذا لن يفيدها في شيء. إذن ماذا تراها تفعل؟ لا أعرف. عليك بنعمان المنجم، فهو يحمل أسرار أمك ويعرف خباياها. سيدي علي بيك سلطان مصر، لقد حانت الفرصة كي تستعيد مصر طريق التجارة الأول بين الشرق والغرب. تعني ما يحدث على أرض الحجاز؟ لقد ظهر منافس جديد لمساعد ابن سعيد، هو عبد الله بن حسين، وهو يعادي العثمانيين مثلك. تفضلوا. ماذا تعني بذلك يا سينيور روسيتي؟ يبدو أن السينيور روسيتي يرى أن تقف بجانب عبد الله بن حسين ليكون عونا لك في استخلاص البحر الأحمر وطريق التجارة من الأتراك العثمانيين. هو ذاك يا مولاي، خصوصا وأن السلطان العثماني مشغول بالحرب ضد روسيا القيصرية. سيدي علي بيك الكبير، رسالة عاجلة من قلب الأحداث بأرض الحجاز. ممن هذه الرسالة؟ من عبد الله بن حسين، يطلب فيها معونتنا ضد مساعد بن سعيد. أرأيت يا مولاي، هذا ما كنت أتوقع. إذن استعد يا أبا الدهب لتقود الحملة لتطهير البحر الأحمر من العثمانيين. سوف أقرأ لك المستقبل يا أميرتي. دعك من شعوذاتك يا نعمان وحدثني بالصدق. ألست تريدين أن تعرفي ما تفكر فيه مولاتي؟ أجل. إذن دعيني أطلق البخور. بل ستقول دون إطلاق البخور وقراءة المستقبل، فأنت تعرف كل شيء. حسناً،
ماذا تريد أن تعرف الأميرة؟ ماذا تنوي أن تفعل أمي مع زوجة صالح بيك؟ أنت تعرفين يا أميرة أن أمك لا تفكر إلا في شيء واحد، وأن تتخلص من زوجة أبيك. وأصارحك القول، أنا الذي أحبط كل مساعيها. لماذا؟ لأنني أعلم أن مثل هذا سوف يسبب حزنا شديدا لسيدي علي بيك الكبير، وأنا أحبه ولا أريد أن أسبب له ما يعكر عليه صفو حياته. ربما تقول الصدق يا نعمان، ولكن هذا لن يمنعها من أن تلجأ إلى وسائل أخرى ليست عن طريقك. تقصدين زوجة صالح بيك؟ هذه هي ورقتها الأخيرة. لها لن تفعل شيئا دون أن تخبرني. هذه المرة لن تخبرك، لأنها فقدت فيك الثقة. أستطيع أن أعرف بطريقتي. إن كان الأمر كذلك فسوف أحملك مسؤولية أن يمس زوجة أبي أي أذى. أنت تعذبينني. وأنا أتعذب أكثر منك. تعلمين أنني أحبك. كان زوجي صالح بيك يعشقني. ألا تكفين عن ذكر زوجك هذا؟ أتغار من رجل مقتول؟ لقد أحببتك قبل أن يتزوج بك. وماذا تريد مني؟ أن أنساه؟ هذا ليس مستحيلا. لقد وعدت أن أثأر له. بل تثأرين لأطماعك. وهل تلوموني على ذلك؟ هل تلوموني على فقد ملكي الذي وهبني زوجي إياه؟ أنا أمير مثله. بل أنت تابع لسيدك، ولم يكن زوجي تابعا لأحد. ولو أنه عاش لصار حاكم مصر المحروسة بدلا من سيدك علي بيك. ماذا تريدين مني أن أصنع؟ أقتل سيدك. وماذا يفيدك هذا؟ هل تعجز أن تصبح سيد مصر المحروسة بدلا منه؟ هناك سيد آخر أولى بمصر المحروسة مني. أتعني محمد بيك؟ هو ذلك. يوما ما ينتهي محمد بيك كما ينتهي علي بيك. ليس لدي من القوة والجاه ما أستطيع أن أفعل ذلك. دعني يا إبراهيم، دعني وسوف أساعدك كما ساعدت زوجي صالح بيك من قبل. زليخة، دعك من التهور. أنت لا تعلمين من هو علي بيك ولا من هو محمد بيك. أنا لا أعرف إلا أنك خائر العزيمة، ضعيف القوة أمام سيدك. تريدين أن تضيعي كل شيء من أجل طموحك. ومن أجل طموحك أنت أيضا يا إبراهيم. أنا لا أريد إلا أن أعيش بجوارك. كان هذا هو حلمي منذ أن خطفنا. وأنا لا يقنعني حب كهذا الحب الأحمق، أو حياة تافهة كتلك. لا تشعل البخور يا نعمان، فأنا لا أحب رائحته. أنا أعرف يا مولاتي أنك لا تثقين في شيء مما أفعله، ولكن صدقيني إني أفعل ذلك لأني أخاف عليك. وممن تخاف علي؟ ممن يتآمرون عليك. أعلم أن هناك من يفكر في إيذائي، ولكن صدقني يا نعمان أنا لا أخشاه. ولكنهم سوف يؤذونك يا مولاتي. وهل تستطيع أن تمنع إيذائهم يا نعمان؟ لا أملك إلا أن أطلق لك البخور وأصلي من أجلك. بل صلي من أجلهم هم يا نعمان، لعل الله ينزع ما في قلوبهم من غل أو طغينة. صدقيني يا مولاتي، لا أمل في أن ننزع الشر من قلوبهم التي قدت من الصخر. وماذا تريدني أن أفعل يا نعمان؟ هل أقول لك ولا تغضبين مني؟ تكلم يا نعمان. كوني مثلهم يا مولاتي، عامليهم بالمثل. هل تريدني أن أدس لهم السم يا نعمان؟ لا أقول ذلك،
ولكن كوني قاسية القلب مثلهم فيخشونك ويترددون في إيذائك. عجبا يا نعمان، ألم تسمع عن الآية الكريمة التي تقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ لكنهم يزدادون عداوة يا مولاتي، إنهم ليسوا أناسا بل شياطين، فاحذريهم يا مولاتي وادفعيهم بالشر حتى تأمني شرهم. هل طلبتني يا مولاتي؟ أراك لم تعد كما كنت من قبل يا إبراهيم بيك، ما الأمر؟ لا أفهم ما تعنين يا مولاتي. بل تفهمني جيدا يا إبراهيم بيك، أعلم أنك تعشق زوجتك منذ أن جاء بك النخاس إلينا، وأظن أنك ستصبح سعيدا بمقتل زوجها صالح بيك. كان هذا هو أملي يا مولاتي، ولكن ولكن ماذا؟ لا أدري، يبدو أن زوجتي كانت تحب صالح بيك أكثر مني. علمت أنها تريد أن تسأر من قاتل زوجها. أجل، تلك أمنيتها. ولما لا تخبرها به حتى تسأر منه وتشفي غليلها؟ وما أدراني بقاتل صالح بيك يا مولاتي؟ أخبرك به؟ هل تعرفينه يا مولاتي؟ بكل تأكيد. من هو؟ إني أعرفه كما أعرفك تماما يا إبراهيم بيك. أنت تعذبينني يا مولاتي. لو كنت أريد أن أعذبك لأخبرت زوجتك بأنك أنت قاتل صالح بيك، أنت الرجل الذي يجب أن تسأر منه. أقتل نفسي إن أنت أخبرتها بذلك. وأنا لا أريد أن أفقدك يا إبراهيم بيك. وإذا هناك حل، أخبريني به. يجب أن تعلم أن زوجتك تحقد على صديقتها الجارية منذ أن أصبحت زوجة حاكم مصر المحروسة، ولذلك تريد أن تقتل زوجي علي بيك لا لشيء إلا لتكيد له. أنا لا أفهم ما تعنين يا مولاتي. أمامك اختياران ترضي بهما زوجتك، إما أن تقتل الجارية أو تقتل علي بيك زوجي، وأظنك لا تجرؤ على التفكير في قتل زوجي علي بيك الذي أريد أنا أيضا أن أستعيده. مولاتي أنا هناك شيء آخر أعدك به، لو قتلت الجارية سأعمل لكي تصبح حاكم جرجة، وبذلك تستعيد زوجتك المنصب الذي فقدته بمقتل صالح بيك. لن تخرج معي هذه المرة في الحملة إلى بلاد الحجاز. وهل قصرنا في شيء يا سيدي؟ لقد أخذتكما معي في الحربين السابقتين، وأريد أن تبقيا في المحروسة بدلا من إسماعيل بيك والطنطاوي بيك. أهذه رغبتك يا سيدي أم رغبتهما؟ سواء هذا أم ذاك، ألا ترغب يا إبراهيم بيك في أن تقضي أياما سعيدة إلى جوار زوجتك الجميلة بعيدا عن الحرب والقتال؟ أم ترى أن هناك ما يدفعك للهرب منها؟ أنا يا سيدي، ولماذا أهرب منها؟ إذن فلتهنأ بالبقاء إلى جوارها. ها قد حانت فرصتك لتثبت جدارتك يا إسماعيل بيك. صدقت أطنطاوي بيك، لو انتصرنا في حرب الحجاز هذه فستكون فرصتنا لمزيد من الترقي والرفع. ولكن ألم تلاحظ أن سيدي أبي الذهب لم يأخذ معنا إبراهيم بيك ومراد بيك؟ ألا تعلم بأنني وراء كل هذا؟
كيف؟ أشرت على سيدي أبي الذهب باستبقائه ما في مصر كي يكون على رأس المدد الذي قد نحتاج إليه ولن نحتاج إليه. وما جدوى ذلك؟ حتى أحرمهما من مشاركتنا في تحقيق النصر. يا لك من ماكر ويا لها من حيلة ماكرة. أراك حزينا لأنك لم ترحل مع الحملة إلى الحجاز. هذه أول مرة يتخلى فيها سيدي أبو الذهب عني وعن مراد. هذه فرصتك الذهبية يا إبراهيم. أي فرصة؟ المحروسة الآن ستكون تحت حمايتك ويمكنك أن تحقق لنفسك المجد والرفعة. كيف؟ تقتل علي بيك وتأخذ مكانه. هل كنت أقتل سيدي علي بيك؟ لو كان زوجي صالح بيك حيا لقتله وأخذ مكانه وصرت أنا سيدة المحروسة. وما أدراك أنه لو فعل ذلك لجعل نفيسة سيدة للمحروسة بدلا منك. أحمق! هذه الاحتفالات لم تشهد المحروسة مثلها من قبل. هل دونت ذلك يا عبد الرحمن؟ أجل يا أبتي، اسمع آخر ما دونت. وعاد أبو الذهب من الحجاز على رأس جيشه الظافر وبصحبته إسماعيل بك والطنطاوي بك إلى مصر، وكان وصولهم إلى القاهرة في أوائل رجب من السنة نفسها، حيث استقبلوا استقبالا حافلا. من العجيب أن هذه الحرب لم تستغرق أكثر من شهر واحد. الحقيقة أن الفضل كله يرجع إلى مهارة محمد بك أبو الذهب وذكائه الحربي. إنه رجل مدهش حقا، ومن النادر أن تجد مملوكا مثله يخلص لسيده كل هذا الإخلاص. لا تنسى يا أبتي أنه صهر علي بك الكبير. يا ولدي، المماليك لا يقيمون اعتبارا للقربة، إنها المصالح والمطامع الشخصية. هل أسجل ذلك يا أبتي؟ لا لا يا عبد الرحمن، هذه الأوراق قد تقع في أيديهم وحينئذ يصنعون منها نارا يحرقونك فيها. النصر يا سيدي علي بيك الكبير، سلطان مصر وخاقان البحرين، وهنيئا لك أنت أيضا يا قائد الحملة المظفرة. بل هنيئا للعالم شرقه وغربه يا مولاي، إذ أن هذا النصر سوف يسجل في صفحات التاريخ باعتباره أعظم مشروع لعودة التجارة إلى الطريق القديم. فليسمح لي مولاي سلطان مصر بأن يعرض السنيور روسيتي المشروعات التجارية التي انهالت علينا بعد أن سمع العالم بنصرنا العظيم في البحر الأحمر. تكلم يا سنيور روسيتي، إننا نصغي إليك. هل لي أن أعرف أولاً من مولاي محمد بك شيئا عن حالة ميناء جدة، إذ أنه الميناء الذي سوف نعتمد عليه في كل مشروعاتنا القادمة؟ اطمئن سينيور روسيتي، فقد طلبت من أمير جدة أن يجعل الميناء صالحا للتجارة العالمية. عظيم. والآن إليك رسالة يا مولاي من التجار الإنجليز، يقترحون فيها فتح طريق تجاري مباشر بين الهند وميناء السويس. حسن،
لا مانع لدينا من ذلك. ورسالة أخرى من حاكم البنغال يعلن فيها عن رغبته في تكوين شركة إنجليزية في الهند للمتاجرة مع مصر. لا مانع لدينا أيضا من عقد معاهدة ملاحية تجارية مع حاكم البنغال. ونعم الرأي يا مولاي. هناك مشروع أهم من كل ذلك يا مولاي، لو نفذته لامتلكت كل تجارة العالم حقا. أي مشروع تعني يا سينيور روسيتي؟ حفر قناة تصل البحرين يا سلطان مصر وخاقان البحرين. فعلا يا سينيور روسيتي، أنا أفكر جديا في هذا المشروع، وسوف أبدأ في تحقيقه حين أفرغ من حربي مع العثمانيين في الشام. كم أنا سعيدة بزيارتك لي يا أختاه. وأنا أيضا أحاول أن أكون سعيدة. أما زلت غاضبة مني؟ وما ذنبك إن كنت الزوجة قاتل زوجي؟ ألا تصدقين أن علي بيك لم يفعل ذلك؟ من حقك أن تصدقيه لأنه زوجك. كيف أثبت لك أن علي بيك بريء من ذلك؟ أصدق ذلك لو أخبرتيني باسم القاتل. وما جدوى هذا؟ أتريدين أن تثأري منه؟ وماذا يمنع؟ لسنا في غابة حتى تفعلي هذا. مرحى، إذا حاكموه؟ ألست تفخرين بأن زوجك علي بيك نشر الأمن والعدل في أنحاء البلاد؟ لماذا إذن لا تحاكمون قاتل زوجي؟ أليس هذا من العدل؟ أعدك أن أطلب من علي بيك محاكمة القاتل. وأنا واثقة أنه لن يفعل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن يحاكم نفسه. ماذا كانت تفعل هنا تلك الحية الرقطاء؟ سيدي علي بيك، إن كنت تحبني حقا فأخبرني عن قاتل صالح بيك. كيف تسمحين لها أن تحدثك في هذا الأمر وهي من كانت تدبر لي قتلي وقتلك؟ لقد سامحتها عن ذلك. لماذا لا تسامحنا هي أيضا؟ لقد مات زوجها مقتولا، أما نحن فقد أنقذتنا رعاية الله. وما الذي تريده منا؟ تريدك أن تحاكم القاتل. هذا مستحيل. لا أظنك تؤكد لي وساوسها. قالت لك إنني القاتل؟ هي تعتقد ذلك. وأنت؟ أنا واثقة أنك لم تفعل. حسن، أنا مستعد أن أحاكم قاتل صالح بك، ولكنني واثق من أنها لن تقبل بمحاكمته لو عرفت اسمه. ومن يكون؟ زوجها الحالي إبراهيم بيك. طور أمرك يا مولاتي. لقد طلبتك كي ألفت نظرك إلى ما يدبره إبراهيم بيك وزوجته. أعلم يا سيدتي، ولكن هل هذا ذنبي؟ أريدك أن تكون على حذر وتمنعه من أن يرتكب أي حماقة، كأن يفكر مثلا في قتل زوجة أبي. وهل يجرؤ على ذلك؟ زوجته الشريرة قد تدفعه إلى ما هو أكثر من ذلك، وفي هذه الحالة فإن أبي سيدمركم جميعا. إذن لقد اتضح الموقف الآن، وهذا هو أنسب وقت للقيام بحملة الشام. رجالنا رهن إشارتك يا سيدي. رأيت يا مولاي أنه طالما أننا سننتهز فرصة انشغال العثمانيين في حربهم ضد روسيا القيصرية، فما المانع من عقد معاهدة تحالف مع روسيا ضد العثمانيين؟ سينيور روسيتي، أين نحن من الروس؟ إنهم هناك في الشمال حيث تدور الحرب على ضفاف الدانوب. عفوا محمد بيك، تستطيع التحالف عن طريق الأسطول الروسي في البحر المتوسط،
وأعتقد أن الجنرال أورلوف سوف يرحب بسيادتكم. ما رأيكم يا مولاي؟ بالطبع بالطبع، لا يمكن أن نغفل عاملا دوليا كالأسطول الروسي، وإنني أرى أنه من المناسب جدا أن نعقد معاهدة تحالف وصداقة بيننا وبين روسيا القيصرية. يمكن أن نبعث برسالة بذلك إلى الجنرال أورلوف يا سيدي. أقترح أن نعد حملة استكشافية لمساعدة ظاهر العمر، وبها نعرف موازين القوة في الشام. عفوا يا مولاي، أريد أن أنبه إلى أننا في حاجة إلى مزيد من المال لتدبير تلك الحملة بعد حملة الحجاز. يا معلم رزق، لا أريدك أن تثقل كاهل الناس بالضرائب. وماذا نفعل في تدبير المال اللازم يا مولاي؟ أنت تعلم أن بعض الناس قد أثروا ثراء فاحشا بطريق غير شرعي من أمثال الوكيل وتابعه والرزنمجي وبعض الملتزمين والتجار. اكتب لي كشفا بأسماء هؤلاء جميعا، وسوف أصدر مرسوما بمصادرة أموالهم لصالح حملة الشام. ما هذا الذي تقوله يا إبراهيم؟ ألا تريد أن نقوي أنفسنا بشراء عدد من المماليك؟ ألا تعلم أن علي بك يحضر علينا شراء أكثر من مملوكين؟ سوف يتم ذلك في الخفاء. أعلم أن تلك رغبة زوجتك الشريرة، تلك المرأة التي سوف تدمرك كما دمرت زوجها السابق. احذر يا مراد، إنها زوجتي التي أحبها. وفي سبيل ذلك تريد أن تقتل زوجة سيدك علي بك. يبدو أنك أصبحت قاتلا مأجورا. هذه تطلب منك أن تقتل سيدك، وتلك تطلب قتل زوجته. من أخبرك بذلك؟ لم يعد أمر زوجتك يخفى على أحد. إنني بالفعل أريد أن أقتل نفيسة. أتريد أن تقتل المرأة التي أحبها؟ هي لم تعد لك. يكفي أنني أراها. لو علم سيدي علي بك بحبك لها سوف يقتلك. ولو علم بأنك تفكر في قتل زوجته ماذا سيفعل بك؟ لا أظنك تهددني. بل أحذرك، واعلم أنني سأخبر زوجتك بقاتل صالح بك. أنت شريكي في قتله. أنت وحدك الذي صوبت إليه الطلقة القاتلة. لا تتنصل من جريمتي. هي جريمتك وحدك. سأقتلك. ما هذا؟ معذرة يا سيدي، قد هاجمني إبراهيم في بيتي كما ترى. ما الأمر يا إبراهيم؟ لا شيء يا سيدي. لقد أخطأت، أخطأت حين لم أخذكما معي في حملة الحجاز. يبدو أن حياة الدعة والرفاهية هي السبب في هذا الشجار المشين. خذني في أي حرب تشاء يا سيدي، فأنا أرغب في أن أموت في الحرب. لماذا؟ أتريد أن تهرب من ثأر زوجتك؟ كيف علمت يا سيدي؟ أيها الأحمق، أمرك أصبح مشاعاً في كل مكان. ماذا أفعل يا سيدي؟ مولاتي عائشة تهددني إن لم أقتل زوجة سيدي علي بك. وأنت؟ أظنك تدافع عن الجارية التي كنت تحبها. وهل أتركه يقتلها يا سيدي؟ وهل يجرؤ؟ إنه أحمق ويفعلها. الأحمق أنت، لأنه لو فعلها ستضيع رقبته. أنا لا تهمني رقبته يا سيدي. وتهمك معشوقتك؟ أنا ما زلت أحبها يا سيدي. اخرس، كيف تتكلم هكذا عن امرأة سيدك؟ أيها المعتوه، كفى هراءً، ولتستعد غدا للحملة على الشام.